احتفلت الفنانة منى فضالي مؤخرا بعيد ميلاد والدتها، وشاركت متابعيها الاحتفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحرصت منى فضالي على نشر مجموعة من الصور من مناسبات مختلفة جمعتها بوالدتها احتفالا بعيد ميلادها. وكتبت منى رسالة إلى والدتها فوق كل صورة وهي أحبك يا ماما. يذكر أن منى فضالي أعلنت قبل أيام عن تعافيها من فيروس كورونا بعد قضائها 14 يوم في العزل مرت خلالهم بتجربة قاسية، خاصة في الأسبوع الأول، كما كشفت عن واقعة حزينة حول وفاة أحد الأطفال الرضع الذي كانت قد قررت اتخاذ الإجراءات الرسمية من أجل تبني كفالته وتربيته في منزلها.